يكون كليم ماشي بزاف، ولكن غتحاول ان شاء الله تكون مختاره بعنايه ان شاء الله تساهم نجاح التظاهره. وكنوجه لهم تحيه خاصه من دابا، كنقول لهم وجدوا راسكم، راه ما جاكم واحد السيمانه صعيبه، ولنا كامل الثقه فيهم ان شاء الله باش غادي يكونوا في حسن الظن ديالنا. بالاضافه الى ذلك، لان كاين جانب تقني ثاني كيتمثل في المنصه والتهيئه ديال اي فضاء اللي غنشتغلوا فيه، فضاءات ثلاثه او اربعه. كنشكروا جميع الشباب اللي كل واحد كلف النشاط ديالو اللي بدا فيه التهيئه المسبق موازاه مع اداره المهرجان. كاين منصه لانها كتشتغل كتاخذ يعني هي الحدث الرئيسي ديال المهرجان، هي المنصه ان شاء الله غادي تكون هذا العام هذا ثلاثة القيمة ديال المهرجان في الدورة ديالو الثامنة، وكتلعب بالشعار ديال الدورة إن شاء الله، وغتكون منصة ذات جودة عالية وصوتيات وإنارة، وإن شاء الله غادي تكون واحد الدورة متميزة وبالدعم ديالكم وبالشكر يعني ديال جميع الناس اللي ساهموا معنا في هذا التدور.